حاجة غريبة بتحصل في العنبر. فريدة بتقوم شيء جواها ابتدي تعرف ازاي اتعامل معاها. انا مش هعيش التموز ده تاني يا يحيى. لبنى هتقتلكوا يا يحيى. ايه اللي حصل في العنبر يا فريدة؟ انت عارف بيقولوا عليك ايه في اجتماعات امانة النفسية؟ عشان تعرف الفرق بين الحقيقة والحلم دور على الساعات. مالك يا سيدي يا حبيبي؟ في عنده تحت سرير. مش هنوزع بقى الكلام ده ولا ايه يا هاني؟ ريحة البيت فل. وانا ريحتك عاملة كده ليه؟ ريحتك؟ انا عارفة هي كانت عايزة تقابلك ليه؟ تلات ليالي. لو نزلت الأبصار هتلاقي حالات كتير قوي الطب النفسي ملقاش ليها أي تفسير. لاحظ العلامات يا يحيى. ختم يعكس لعنتها. ممكن يتشكل في أي شكل حتى أغرب الناس دي. طلعتها مجنون عشان اكتئبت من العيشة معاك. ايه يا كلمة شي؟ النهاية هتبقى مبهرة بس هتوجع.